مسيرة الماضي حقيقة لها مسيرة ازهارية. منطقة الجزيرة الحمراء أو جزيرة الزعاب تتألف من الترابط القوي والأسري بين جميع فئات المجتمع. حياة كانت حياة يعني جميلة جدا من مختلف الفرجان اللي عندنا نحن في الجزيرة، الفريج الشرقي والمياني والغربي والمناخ. كانوا معظم من الأهالي اللي كانوا يتواجدون مثلا في الكويت والسعودية والبحرين وهذه لكسب الرزق ويسيرون ويغيبون كذا شهر، فحد منهم يعني يمكن يشتري راديو، والحمد لله بدأت تنتشر شوي شوي يعني. فإلى أن مرحلة من الستين بدأت تتوفر التلفزيونات تقريبا في منتصف الستينات تقريبا أو قبل، بدأت تدخل عندنا الكهرباء لساعات بسيطة يعني يمكن 4-5 ساعات أو 6 ساعات، وكان موجود نعم التلفزيونات بدأوا يعني يشترون بس بكميات محدودة يعني. في عندنا في الجزيرة الحمد لله بحكم أنها قبيلة الزعاب تتوفر عندهم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، عندهم كانوا يملكون سفن القيص يعني السفن الكبيرة الحقيقة، ومعظم الغاصة كانوا ما شاء الله بأعداد كثيرة، فكانوا يستعينون 100% من أصحاب المهن الغوص وهذه من نفس المدينة البلد يعني، كونت عندهم حصيلة اقتصادية ممتازة جدا. فالبيوت أخذت طوابع اجتماعية في البناء، فحكم القوة الاقتصادية والشرائية والإمكانيات اللي عندهم، لأن فعلا منهم اللي يمتلك السفن الغوص ومنهم الغاصة ومنهم جميع المهن، وأيضا كانوا تجار، فكانت عندهم مصادر دخل كبيرة. فالبيوت كانت منها شيء منها مساحات مختلفة، وهذه طبعا تتحدد على قوة الامتلاك المادة الاقتصادية. فبيوت الحمد لله موجودة مختلفة وكبيرة وفيها عدة حجر ومجالس، المخزن الأولي والمطبخ أو المجلس والدهاريز اللي عندهم. مساكن الشتاء غير عن مسكن اللي هو بعد الشتاء في الصيف والهذا، فمثل استراحات تجمع الأولاد والأسر والأبو والهم كلهم في مكان واحد، كلهم الأسرة في مكان واحد، يمكن في مخزن واحد أو مخزنين بالكثير اللي عنده، والملحقات اللي موجودة فيها يعني. البيوت اللي في الصيف أغلبها بيسوونها من سعف النخل مثل العرشان عشان التهوية، لأنه ما كانت موجودة كهرباء. هذه تتحكم فيها القوة الاقتصادية وإمكانيات الناس. أكثر كلفة اللي هي المخازن الشتوية، هذه كانت تبنى من الأحجار اللي يستخرجونها من غبة البحر وأحجار بحرية. البيوت هي هذه يعني تشمل كل أفراد الأسرة، كل أفراد الأسرة مثلا كانوا 4-5 ولا أكثر ولا أقل، فكلهم الحمد لله يجتمعون، وهذه الراحة والحب فيها لأنهم يجتمعون كلهم في مكان واحد. اللي بيحصل يعني واحد عنده بيوت متعددة 2 ولا 3 يعني، الأغلب لهم في بيت واحد. مثلا الدروازة الكبيرة، في بيوت هذه الدروازة الكبيرة إذا شفتي بيت في الجزيرة في دروازة كبيرة مرتفعة واسعة، هذا معناته هم حالتهم الاقتصادية ممتازة. ثانيا أيضا يملكون هجن، للهجن هذه قريبة من البيت. السيارات اللي كانت تخدمهم هي اللاند روفر والبيت فورد حق التنقل في أوقات الصيف يعني. أشهر فنون العيال عندنا في الجزيرة، هم من أسس هذا الفن، كان الشعراء من باعهم هذه المجالس، المجالس يتسامرون فيها يسابقون فيها على تأليف الشعر القصائد اللي يستعمل في العيالة وفي الأهال. هذا الفن الوحيد اللي كانوا مشهورين فيه زعاب.
الألعاب الشعبية كانت متعددة، كل الشباب يمارسونها. الأشهر فيها الغزالة، مجموعات يربعون من السكيك بين الحارات، وكرة المصطاع، زبوت. الأعراس في الجزيرة كانت الحقيقة تأخذ نفس الصفة للفنون الشعبية اللي هي العيالة، كانت هذه رئيسية في كذا صفوف فنون شعبية، صفوف متقابلة تتكون بين 4 صفوف مستطيلة أو صفين على حسب عدد المشاركين في الفنون الشعبية، ويؤدون هذه العيالة بالشعر والقصيد اللي يقال. فكانت من أحسن ما يكون. وفي المساء هناك أيضا يعملون الأهال، وكانت أيضا أيثان لهذا تقدم للحاضرين، يقدموا لهم قطع الحلوى على شكل دست كبير. الأعراس تستمر عندهم باليومين بالثلاث والأربع أيام، وأحيانا يوم واحد أو يومين يعني، فيتسامعوا بها وينتقل الأخبار منها أن في عرس والله لفلان اليوم في فريج الغربي ولا في فريج الميان ولا في فريج المناخ ولا، فيسيرون ويون لأن المنطقة متقاربة. وأيضا منهم اللي يسمع يون يستدعون بعض الفرق الفنية الفنون الشعبية هذه، من مثلا من رأس الخيمة، من الحيل، من الفحلين، من الرمس، هاي كلهم الفنون الشعبية كانت كلها متشابهة يعني، فلكن تختلف حسب لون المناطق. يعني العيالة مشهورة بها الجزيرة، والفنون الثانية متعددة ومختلفة للمناطق الزراعية الثانية. يعني كانت يعني أشياء عديدة من المطاوعة والمطاوعات في الجزيرة في جميع الفرقان اللي عندنا بال4 بال5 محلات، وكان نسبة كبيرة من المتعلمين. وهذا اللي ساعد أنه لما بدأ التعليم عندنا في الجزيرة الرسمي كانوا ما شاء الله عندهم شبه استعداد وتهيئة، لأنهم كانوا معظمهم يقرون القرآن سواء من الطلاب أو من البنات. فالحمد لله أتى التعليم الرسمي أو النظامي الميقون، فاستمروا يعني في هذا. عندنا مدرسة خالد بن وليد، وعقب مدرسة زينب للبنات، والحمد لله كان عصر من أحسن ما يكون يعني. عندنا في الجزيرة تتوفر إمكانيات هائلة لدى الناس، كانوا كلهم يعني يحبون مهن الغوص، صيد الأسماك، استخراج اللولو، يعني مشهورة من غبة بحر الجزيرة وبحار الجزيرة، كانوا فيها قوارب متعددة، كانوا يسيرون ويجيبون المحار. ومن عقب الظهر أو الظهر تشوفين الناس مجموعات كبيرة يفلقون، وبال4 والـ5 يفلقون ويستخرجون اللولو. فكان كلهم عشاق البحر بجميع المهن، منهم الغوص ولا يعني صيد السمك واستخراج اللولو، ويستخرجون أيضا الحصى اللي يبنوا به البيوت. فنسبة كبيرة من المساكن اللي قائمة حين هذه القديمة هذه كلها حجارها مستخرجة من غبة بحر الجزيرة. وقت القيظ عندهم كلهم يملكون ما شاء الله نخيل، بدءا يعني من خت، هذه منطقة خت ما شاء الله كانت فيها نخيل يعني لزعاب مشهورة يعني، وكانوا متعايشين مع أهاليها. أهاليها كان لهم دور في لأنهم هم اللي كانوا يزرعون ويشرفون ويساعدون أهالي الجزيرة على كيف العمل في هذه المزارع. كانوا فيه عندنا ناس عندهم محلات تجارية لخدمة الأهالي، لخدمة أهالي زعاب في المنطقة، ومحلات مشهورة يعني، لأنها من عادة الغواصين لما يروح طالما ياخذ الحاصل ماله من النوخذة، هو عشان بيروح ال3 شهور 4 شهور فيشتري من هذا الدكان كعميل عنده، فيعطيه يعني اللي عنده بيسلم
بيقول له خذ يعني مبلغ مثلا 5 روبيات ولا 10 روبيات قبل هذه، ولين ان شاء الله ارجع انا واجيب التحصيل منك اكبر. فهذه العلاقه مستمره بينهم. فاهالي المحلات اللي هي المشهوره اللي عندنا كانوا نعم ناس تجار مشهورين ويساعدون اخوانهم اللي هذا، فيعطونهم ويشربون. وحتى يقول له حتى لو انا مش موجود لما يطرشوا لك حد ويبغون تعطيه يقول نعم. فيوني يقول لي والله الولد يعني يقول له يجيب لنا شيء الفلاني محتاجين، يعطيهم ويكتب في الدفتر ان في اليوم الفلاني اعطينا مثلا بربيه بربيتين اغراض حق البيت، فيحط في حساب مدرج. ويوم يرجع بالسلامة راع البيت قال لي نعم هذا اللي سلم اللي عليه. وهذه حياتهم حتى يعني اللي حصل منك من الغوص بعد الأربع شهور يسدد الجزء يمكن الربع ولا النص يجزء من ما صرف على أولاده في أثناء غيابه في رحلة الغوص. العلاج قديما كان يعني على الطبيعة بالوسم، طريقة الوسم ولها أنواع متعددة، فكلها يعني من وسم من مساح ومن ترفيع ومن هذا. فنادر ما يعني على ما أذكر يعني كان بعض الأطباء موجودين من أقطار ثانية موجودين هنا يشيرون نعم يتعالجون عندهم. يعني من طبعا من أذان الفجر الأب طبعا يتوكل على الله بيكون في الصلاة، والحرمة أو الزوجة في عندهم الكثير منهم حقيقة عندهم حيوانات مثل الأبقار. فمهنة الأبقار هذه تستوجب على الحرمة وبالتعاون مع الرجل أنها تستيقظ بوقت قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر يشون اللي بيسوون بيخضون الحليب ويسوون اللبن ويسوون الشامي، ويوم الجمعة حق يسوون الإخلاص. فهذه تأخذ يمكن تستيقظ من الساعة 3، ما يصلي ويرجع من صلاة الفجر إلا ما شاء الله الخبز الخمير جاهز إذا كان في شتاء، ولا المحلة ولا هذا والحليب والشامي والسمن والإخلاص والتمر، هذا كله موجود مجهز. والقهوة القهوة عاد ما يحتاج، هاي ضرورية جاهزة عند الأولاد. من يرجع الرجل وأولادها ويا اللي يصلون وهذا، واللي بي حد من أهله وقرباه بيون يسلموا عليهم، فيدورون كلهم على كف الرحمن وبيفطرون هذا الطول العادي والحمد لله. فبيسولفون إلى شوية، وعقب إذا عندهم أشغال ثانية بيسيرون البحر مرة ثانية الصبح بينظفون السفن مالهم ولا الليخ ولا المواد مالهم من تنظيف الشحوف ولا هذا، لأن تقريبا إلى قرب الظهر أو أنهم بيسيرون بيبون حق الغداء. فيبون يطلعون يعني بيكون الساعة 11 موجودين وبيسوون هاك السمك من مشواي وبيتوكلون بيسوون الغداء بيتغدون. نفس الشيء العيش عبد الله موجود والروب موجود والحليب موجود وكل شيء موجود، والسمك طري جايبينه من نفس اللحظة جايبينه من البحر وسووه. فتحرر ان كل يعني بيت في الجزيرة يوجد فيه التنور، فالتنور هذا خشب يحطون فيه ويشوون السمك فيه. فتسمع تشم هذه تشم ريحة المشواي في كل السكيك في له ما شاء الله ريحة رائعة جدا وجميلة حلوة جدا يعني. فكلها الدخاخين في كل سكة كل عندهم رئيسي التنور يعني يتقدى ويخلص رجع مرة ثانية على البحر عند اللي بيفلق ولا اللي بيسوي لذاك المحار ويسوون يرتبون رتبوا شغلهم هذا كله حق اليوم اللي جاي. فيرجعون من هناك يصلون العصر على البحر
اللي شفناهم يصلون مجموعات مجموعات ما شاء الله بالعشرين والخمستاشر والعشرة محلات 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 يعني. فيرجعون عادي يصلوا العصر وتموا الليل المغرب ورجعوا، وهذه متواصلة يعني حياتهم. اللي ماله أول ماله تالي، فهذا التراث إلى ما يستلمه هؤلاء الشباب ويحافظون عليه، ولا يعني بيكون خسروا ثقافة تراثية مهمة جداً.